مع فرض تدابير الإغلاق في العديد من البلدان إثر وباء كورونا، يعمل الصندوق الدولي للتنمية الزراعية على تمكين زيادة الأمن الغذائي ورفع مستوى دخل العائلات ومساعدة بناء قدرات الصمود. عبد الكريم سما، اقتصاد إقليمي في الصندوق الدولي للتنمية الزراعية إيفاد، تحدث عن جهود يقودها الصندوق للتغلب على جائحة كورونا ودعم لبنان. تعاوننا مع لبنان يأتي عن طريق الحكومات، والحكومة اللبنانية ممثلة في وزارة الزراعة نفذت 5 مشاريع بكلفة إجمالية 180 مليون دولار لفائدة 58 ألف نسمة في لبنان. وقد وقعنا منذ أشهر مشروع آخر، مشروع حلب، وهذا المشروع هو الآن بانتظار التصديق في البرلمان اللبناني قبل الأشروع في تنفيذه. احتياجات كبيرة في الأرياف لدعم الزراعة ودعم الاقتصاد الريفي، وحاليا هناك جهود حثيثة يقودها الصندوق الدولي للتنمية الزراعية لتعبئة موارد إضافية تقدم إلى الحكومات في شكل هبات أو قروض ميسرة للتغلب على هذه الجائحة وعلى أثارها الاقتصادية المدمرة أحيانا. سما تحدث عن مبادرة لتحفيز فقراء الريف. ألتقى الصندوق مبادرة منذ أيام تسمى مرفق الصندوق لتحفيز فقراء الريف، وهذا المرفق هدفه هو جمع 200 مليون دولار تقدم إلى الحكومات وإلى الجمعيات الأهلية للتخفيف من أثر هذا الوباء.